ده محمد الشناوي. نروح ل برضه من الاخبار الحصريه ولكن من نادي الزمالك المره دي، وعندي مخبر مهم جدا جدا يخص الزملكاويه ويتعلق بزيزو. هل زيزو مكمل ولا لا؟ الايام اللي فاتت زيزو جاله عروض احتراف قويه جدا من اوروبا ومن الخليج برضه، وابرزها طبعا من تركيا، بشكتاش التركي، يمكن ده يعني اكبر نادي هناك واكبر نادي كمان في الخليج الحقيقه يعني، وعرض مالي كمان للزمالك تتكلم في 2.5 مليون حاجه كده، 2 مليون، 3.5 مليون دولار. لو وافق على التفاوض على بيع زيزو، مش هنقول العرض المالي المقدم لزيزو كام، بس المعلومه المؤكده في الزمالك ان زيزو مش للبيع زي ما اتكتب دلوقتي. في قرار حاسم ونهائي ببقاء زيزو، خاصة وإن لسه يعني عقده مستمر، وأعتقد إن النادي نحتاجه في الفترة دي جدا وأسوريو. وبمناسبة أسوريو، فهو رافض تماما فكرة التفريط في أهم نجم في صفوف الفريق ألا وهو زيزو. الخبر الثاني برضو من الزمالك، وركزوا معايا قوي فيه لأنه الكلام اللي هقوله لحضراتكم برضو يعني مش هتسمعوه غير هنا. الزمالك بعد ما دفع الغرامة لنادي لشبونة اللي اتكلمنا فيه من شوية الخاصة بشيكابالا، وضمن انه يعني خلاص يقدر يقيد صفقات جديدة، بيتجه ل انه يدعم الفريق. طبعا الناس عايزة تعرف مين الصفقات دي مبدئيا كده وبالاسماء. محمود حمادة لاعب فاركو خلاص بيخلصوا فيه، عندك يعقوبو باك الشمال للبنك الاهلي كمان بيخلصوا فيه، وعايز حارس مرمى بس مش لاقي حارس يليق بامكانيات النادي بعد طبعا ما تراجعوا عن فكره انهم يضموا احمد ميهوب حارس المحله اللي احنا يعني كانت في كلام عن احمد الفتره اللي فاتت. المفاجاه بقى ايه؟ المفاجاه اللي انا عايز اقول لكم عليها انه الزمالك كمان عايز مابولولو. مابولولو طبعا مهاجم الاتحاد وهداف الدوري، علشان يدعم بيه خط الهجوم، واحمد عاطف مهاجم فيوتشر، ومحمود مرعي مدافع فيوتشر برضو. طيب الدفاع هيعمل فيه ايه؟ وقلنا الكلام دوت برضو يمكن الحلقه اللي فاتت او من حلقتين، هيرجع محمود علاء واحمد ايمن منصور زي ما قلت لحضراتكم، واحمد عيد في مركز الباك رايت، وحمدي علاء في خط النص. يبقى كده الزمالك جاب 8 صفقات جديده مع المعارين والصفقات، فدي كلها بناء على طلبات اوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك.